أخبار مثيرة، تهويل والتهويل في كل مكان، مئات المشاهدات، نوع جديد من أنواع الخداع والمشاركات، وكمان متفاعلة معانا. بس اللي عاوز يشوف يجي أرض الواقع. هم إزاي بيصدقوا الكلام ده؟ انتبه، حابب تعيش معاهم في الكذب والسواد؟ إزاي يعني؟ لا مفيش الكلام ده. فقد تكون مجرد أخبار فيشينج. الخميس الساعة 8 مساء على إكسترا نيوز.